سيد الجماعة، ويغرط أسد نوميديا الذي لقبته الأهالي بالمحارب البارع. هو حفيد الأجليد ماسينيسا وابن سيرتا قسنطينة، اليوم عاصمة المملكة النوميدية منذ أزيد من 2500 سنة. هذا الملك الذي ولد سنة 160 قبل الميلاد لمع اسمه عندما كلفه عمه ميكوسن بقيادة الجيوش ليحرز انتصارات كبيرة على روما في معارك داريا. ميكوسن قبل وفاته جمع أبناؤه وجمع العائلة كلهم وخلالهم وصية معروفة يقول لهم: إني تارك لكم عرشا قويا إن أحسن سياستكم، ضعيفا إن لم تحسنها، فبالوحدة والاتفاق تقوى الدول الصغيرة وبتفريقة تنهار أعظم الدول. ما أحوجنا اليوم لهذه الوصية قبل البارحة. حروب طاحنة قادها يوغرطا ليكون ثالث موحد لمملكة نوميديا بعد سيفاكس وماسينيسا. عرفت بحروب السبع سنين الممتدة بين 111 و104 قبل الميلاد، إلى أن خانه ملك الموري باخوس الأول وشبيه للقادة الرومان ليتم أسره واقتياده إلى سجن تولانيوم بروما. في هذا المكان بالميناء الفينيقي خرج يوغرطا إلى روما ليموت جائعا في سجونها. الحكاية المعروفة، التاريخ يقول بأن يوغرطا بعد أن كبرت شوكته عرضه باخوس نسيبه كما نقول إلى وجبة غداء، لكن روما بحكامها عن طريق باخوس قبض على يوغرطا بعين قشرة واقتيد إلى هنا إلى الميناء الفينيقي ليركب الشراع ويوجه إلى روما ليسجن هناك ويموت جائعا بسجونها. ربما حتى اللغة لا تزال تحتفظ بالموروث، هذا الموروث التاريخي، بحيث نجد أننا نقول بخص عليك نسبة إلى باخوس الذي خان يوغرطا. السجن له أهمية ومكانة جد كبيرة بالنسبة للمؤرخين، وزيارة الوزير في هذا المجال مهمة لأنها تفتح المجال للتعاون في مجال التاريخ بين إيطاليا والجزائر التي تتقاسم تاريخ مشترك. والزيارة كما قلت هي زيارة مهمة جدا، وكما ترون الجزائر حاضرة منذ العصور أو القرون القديمة، ونتمنى في المستقبل أن تقوم الجزائر بدعم مثل هذه المبادرات لتنوير الأجيال الجديدة عن تاريخها العميق والذي لا يحتاج إلى معرفة أو دعم من قبل جهات أخرى. يوغرطا رمز أمة تاريخها مرصع بالأحداث البطولية وضارب بعمقه في أقدم الحضارات والأزمنة، أقاصيها ممتدة إلى أزيد من مليوني سنة.